الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، مستمعي الكرام، مما يرتبط بالنقطة السابقة وهي نقطة زيادة الإيمان ونقصانه ارتباطا وثيقا بيان مسألة التكفير. هل نحكم على من ارتكب جريمة أو جناية بأنه كافر؟ هل نحكم على من ارتكب نقصا من الأشياء التي تنقص الإيمان بأنه كافر؟ إلى هذه المسألة التي تتعلق بها أحوال الناس وتتعلق بأحوالهم نعيش في هذا الدرس. الدرس الثالث حول مسألة التكفير، وتحت مسمى حكم مرتكب الكبيرة نعيش هذه العناصر. العنصر الأول، نبين رأي جمهور أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، كذلك نعرج على رأي الخوارج والمعتزلة، ونختم برأي المرجئة في هذه النقطة. لماذا؟ لأن هذه الفرق الثلاث هي التي ناقشت القضية نقاشا عظيما فيما بينها، بل كان الصراع محتدما حول الحكم على مرتكب الكبيرة في الدنيا وفي الآخرة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون في مسألة مرتكب الكبيرة أن هذه القضية كما قلت في بداية حديثي خطورتها أنها تتعلق بمسألة مرتكب الكبيرة قضيتان: قضية الوعيد في الدنيا أي حكمه في الدنيا، وثانيتهما قضية الوعد في الآخرة أي الحكم عليه في الآخرة. وهذا ما أدلى فيه أهل السنة والجماعة بدلائهم وكذلك من سار في مواجهتهم. أما حكمه في الدنيا عند أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا لا يكفر ولا يكفر، يعني لا يكفر هو في حكمه أنه لا يكفر ولا يكفر، أي لا يحكم عليه بالكفر ما دام ذنبه دون الشرك، بل ولا يخرج من الإيمان ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإنما نستطيع أن نسميه بأنه أو نطلق عليه بأنه مؤمن ناقص الإيمان. أما حكمه في الآخرة فيرى أهل السنة أنه مستحق للوعيد الوارد في هذا الشأن، ولكنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ومن عذبه فلا بد أن يخرجه من النار لأن الله رحيم بخلقه، ولأنه تبارك وتعالى قد اقتضت حكمته ورحمته بخلقه أنه لا يخلد أحدا من أهل التوحيد في نار جهنم والعياذ بالله، كما في حديث قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. هذا الرأي مبني على رأيهم في مسمى الإيمان وزيادته ونقصانه، وقد علمنا أنهم يرون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو رأي أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا وفي الآخرة. ولقد استدل أهل السنة والجماعة بأحاديث كثيرة، منها حديث الرجل الذي شرب الخمر فسبه الصحابة ومع هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بأنه يحب الله ورسوله، كما وقع زنا من بعض الصحابة مثل ماعز والغامدية فلم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل اكتفى بأن أقام عليهم الحد، وقال صلى الله عليه وسلم: ومن عوقب به في الدنيا أي بالحد فهو كفارة له، كما في حديث البيعة الصحيح لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال ماعز: طهرني يا رسول الله، والمرأة الغامدية تقول: طهرني يا رسول الله، إنهما كان يرجوان التطهير في الدنيا، فهل التطهير ينفع في حق الكافر من غير أن يؤمن؟ الجواب: إن مغفرة الله تعالى تنال الإنسان يوم القيامة بعدة أسباب، منها شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ يشفع الشافعون لأهل الكبائر، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لهم كذلك، ومنها أن يكون عفو الله مقابل التوحيد، وإن لم يتب الموحد، فإن تاب تاب الله عليه، وقد يغفر الله عز وجل لمن شاء من أهل المعاصي المجاهر بالمعاصي من غير الشفاعة، فالخلق خلقه والعبيد عبيده، لا يزيد ملكه عذابهم ولا ينقص ملكه عفوه عنهم، كما قال تعالى:
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. إليه مصير العباد، فهو الذي يعفو ويصفح ويجود ويسمح. إذن مذهب أهل السنة والجماعة فيه التناسق والعمل بجميع النصوص الواردة، وما أحرانا عزيزي الطالب بأن نؤمن بهذا المذهب وأن نسير على هديه ونؤمن بأدلته ونعتقد بما اعتقده أهل السنة والجماعة منذ سلف الأمة وإلى عصرنا الحاضر ومن سار على منهجهم. أما عن رأي الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة، فإن الخوارج والمعتزلة قد جعلوا مرتكب الكبيرة كمن ترك شهادة أن لا إله إلا الله كافرا خارجا عن الملة في الدنيا، أما في الآخرة فقد حكموا عليه بالخلود في النار وقالوا الشفاعة لا تنفع الكافر الذي خرج عن الملة. إذن أهل السنة أي إذن الخوارج والمعتزلة كانوا يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنها بمثابة الشيء الواحد، بمثابة البنيان إن سقط منه عضو إن سقط منه قائم تداعت بواقي القوائم فيسقط البناء. كذلك يرون أن من ارتكب كبيرة كان بذلك قد حكم على إيمانه بالسقوط فيسقط إيمانه. واختلفوا في اسمه في الدنيا. الخوارج قالوا هو كافر في الدنيا وفي الآخرة وهو خالد مخلد في النار، هذا حكمهم الكامل التام على من ارتكب كبيرة. أما المعتزلة فإنهم حكموا عليه بأنه ليس كافرا في الدنيا، قالوا لا نسميه في الدنيا كافرا ولا نستطيع أن نسميه مؤمنا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وهي قاعدة من قواعد المذهب المعتزلي الأصول الخمسة عندهم، أن القول بالمنزلة بين المنزلتين، لأنه يوجد في نظرهم أدلة ترجح أنه كافر وأدلة ترجح أنه مؤمن، فعجزوا عن الترجيح بينهما، وهو في الآخرة خالد مخلد في النار، فحكمهم في الدنيا أنهم توقفوا في الحكم عليه. لماذا؟ لأن الأدلة قد تعارضت أو قد استوت، أدلة تثبت أنه مؤمن وأدلة تثبت أنه كافر، فلم ينجحوا في الترجيح بينهما. أما في الآخرة فقد حكموا عليه كحكم الخوارج بأنه خالد مخلد في النار، حينئذ لا تنفعه الشفاعة، فشفاعته عمله فقط، وما دام عمله قد سقط أو قل فلا تصلح له الشفاعة، يعمل الطاعات فيدخل الجنة، أما أن يشفع له شخص آخر وهو لم يعمل فلا شفاعة له ولا يدخل الجنة، فأغلق عليه باب الرحمة نهائيا، وحاش لله أن يغلق على عباده العاصين وهو الرحيم الرحمن. لذلك من هذه الفرق نستطيع أن نقف أيضا على هؤلاء الغلاة من المرجئة الذين نختم الدرس بأقوالهم. المرجئة منهم من خالف أهل السنة حيث قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وحرم ما حرم الله وأحل ما أحل الله دخل الجنة ابتداء ولو مات من غير توبة، وإن زنى وسرق وقتل وشرب الخمر إلى غير ذلك، وحتى وإن ترك الصلاة إذا كان مقرا بها لا يضر وقوعه في الكبائر وركوبه الفواحش وتركه الفرائض، وإن فعل ذلك مستحلا كان كافرا بالله خارجا عن الملة خارجا بإيمانه فصار من أهل النار. ورغم تعارض الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى في الحكم على مرتكب الكبيرة، إلا أن مبنى رأيهم أي رأي المرجئة إنما هو ما ذهبوا إليه في مسمى الإيمان، فهو عندهم أي عند المرجئة وعند الخوارج أيضا معنى واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ومثلوا لذلك بمن معه العشر دراهم كما سبق وأن شرحنا في الدرس السابق، وقلنا إن من يملك عشر سيارات فسقط بعضها كأنه نسيها تماما أو لم تكن عنده السيارة ولا يملكها، فإنهم لو أنفق منها درهما زال عنه اسم العشرة، وعليه إذا ذهب بعض الإيمان زال اسمه، وبالتالي زال الإيمان كله. وقد سبق رد الإمام ابن تيمية رحمه الله على هؤلاء. فالراجح في المسألة إذن هو رأي أهل السنة والجماعة لقوة أدلتهم وسلامتها، أي الأدلة عن المعارض، وصحة رأيهم في زيادة الإيمان ونقصانه. وبناء على هذه المسألة تأتي مسألة أخرى، وهي حكم أو أحكام أهل القبلة وما موقف الفرق منها، وذاك ما ستحمله الصفحات التالية.